بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معكم أحمد عبد التواب أبو مازن. رمضان كريم، هنبدأ إن شاء الله سلسلة جديدة خاصة بتعلم في دقيقتين، هركز فيها على الاستراتيجيات الفنية والبرايس أكشن. اليوم هتكلم عن الاختراق الحقيقي والاختراق الكاذب. إزاي تعرف إن ده اختراق حقيقي أو اختراق كاذب؟ دايما الاختراق بيتم الإيه؟ غالبا أنا بتكلم هنا على اختراقات البوكسات أو النماذج زي الدبل توب أو الدبل بوتوم أو وريفن. إزاي تقدر تفلتر أو تخش الدخول الصح؟ لما يكون عندك رينج بالشكل ده، الدخول إمتى يكون او ايه الصح لما تشوف الحركه؟ هل الاختراق ده ادخل عليه ولا لا؟ لما تلاقي الصعود بالشكل ده شارب شمع صاعده 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 صاعده، ما تخشش على الاختراق ده، مش ده الاختراق اللي تدخل عليه. الاختراق اللي تدخل عليه اللي يكون قبل ما يكون وصل لقمه الرينج او قرب من قمه الرينج، بدا يخش في رينج افقي هنا، وبعد كده عمل الايه الاختراق ده، الاختراق اللي انت تبحث عليه. الميزه بيكون واقف خسارتك تحت وهدفك بيكون مفتوح قد الرينج اللي عندك، تمام؟ يعني لو خدنا مثال برضو على نفس هنا، يعني انا مثلا اختراق ده ما تدخلش عليه. لو خدنا مثال هنا مثلا بالظبط كده، ثانيه واحده، فين الاريا ده اختراق؟ بص هنا قبل ما يعمل الاختراق للرينج، قبل ما يخترق الرينج العلوي، عمل هنا ايه؟ عمل سايد واي، عمل بوكس صغيره، ده الاختراق اللي تبحث عليه. لما يحصل اختراق هنا تقدر تدخل من هنا، تقدر تدخل واقف خسارتك تحت اللو، هدفك بيكون الرينج كامل. دي الفكره ببساطه اللي ان شاء الله هيكون مع كل درس في هوم وورك او واجب تعملوه وتبعتوه على تردوا على التويتر اللي بيتم كتابه فيها البوست، او هبدا اعلق عليها. الهدف انك تبحث لي عن النموذج ده، دور لي على فرص حاليا لايف عامله النموذج ده، ان هي في مستطيل كبير وهي قبل ما توصل لنص قمة المستطيل عاملة تعمل رينج أفقي بالشكل كده قبل المستطيل. شكرا، وأي استطاعات احنا حاضرين.